لا يكاد العراقيون يمرون عبر نقاط التفتيش والمنافذ الجوية والبرية إلا بشق الأنفس، خشية الاعتقال بسبب تشابه أسمائهم مع آخرين مطلوبين للأجهزة الحكومية. المصادر الأمنية تقول إن القوات الحكومية لا تملك قاعدة بيانات متكاملة ومفصلة عن المطلوبين، سواء بجرائم جنائية أو قانون ما يعرف بأربع إرهاب سيء الصيت الذي أصبح شماعة لاعتقال مئات الأبرياء عبر المنافذ الجوية والبرية، ولا تملك غير اسم المتهم أو اسم والده وجده فقط دون أي تفاصيل أخرى. هذا التشابه أسفر عن اعتقال المئات من الأبرياء واختفائهم فضلا عن تعرضهم للتعذيب كالصعق بالكهرباء والضرب المبرح وقلع الأظافر والتهديد بالاغتصاب ومنعهم من التواصل مع ذويهم. معتقلون بسبب تشابه الأسماء قالوا إنهم تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب وأجبروا على الإدلاء باعترافات عن جرائم لم يرتكبوها. بعضهم خرجوا بأعجوبة فيما لا زال مصير آخرين مجهولا، وحتى بعد خروجهم من المعتقل يظل الخوف يساورهم كلما مروا عبر حاجز أمني أو مطار أو منفذ حدودي. ورغم إصدار السلطات الحكومية تعليمات بشأن عمليات الاعتقال بسبب تشابه الأسماء، غير أن أجهزة الأمن والميليشيات المساندة لها لا يزال عناصرها يعتمدون في عمليات الاعتقال على الاسم الثلاثي فقط. وزارة الداخلية كانت قد أعلنت في كانون الثاني الماضي أن مشكلة تشابه الأسماء ستنتهي بإصدار ما تعرف بالبطاقة الوطنية الموحدة، غير أن الأمر بقي على ما هو عليه دون جديد. الوزارة قالت إن هناك مطلوبين تتشابه أسماؤهم مع مواطنين بريئين يتعرضون للمساءلة والمضايقات بسبب ذلك، ورغم إعلان الوزارة بأن عمليات الاعتقال لن تنفذ بسبب تشابه الأسماء الثلاثية إلا في حال تطابق الاسم الرباعي واللقب والمواليد واسم الأم، غير أن عمليات الاعتقال بسبب تشابه الأسماء لا زالت مستمرة. فيما يبقى العراقيون يتنفسون الصعداء كلما مروا بسلام عبر منفذ أو معبر حدودي بانتظار أن تحل معضلة تشابه الأسماء التي أودت بآلاف في السجون والمعتقلات دون أي ذنب.